تعزيزاً للكفاءة المهنية في قطاع الرعاية الصحية ودعم رؤية عمان 2040 في تحسين جودة الخدمات الطبية، نظم المستشفى السلطاني المؤتمر الوطني الثاني للتأهيل الطبي. تم طرح العديد من أوراق العمل في المؤتمر تهدف إلى تطوير القطاع التأهيل الطبي في سلطنة عمان لتوائم الرؤية المستقبلية لعمان 2040. كما تم عقد العديد من ورش العمل التي تهدف إلى تحسين التخصص وجودة العمل أو جودة الخدمة المقدمة للمرضى. المؤتمر استعرض في جلسة حوارية موضوع تحسين برامج التأهيل والتعافي الوظيفي، تضمن محاضرة عن إشراك الأشخاص ذوي صعوبات التعلم في البحوث، إضافة إلى حلقة نقاشية حول تطبيق الممارسات المبنية على الأدلة في مجال التأهيل الطبي واستخدامها. كما استعرض المؤتمر أيضا 9 من المنشورات العلمية في مجال التأهيل الطبي حظت بتفاعل المشاركين. هذا المؤتمر عد من أهم المؤتمرات العلمية بما يخص التأهيل الطبي، إنه يعتبر لبنة أساسية. طبعا تكاتف عدة تخصصات التأهيل الطبي، العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وأمراض النطق وعلاج القدم والعلاجات النفسية. طبعا تكاتف هذا الجميع في عرض بعض أوراق المهمة اللي هي أهم الطرق العلاجية الحين التي تستخدم في التأهيل الطبي طبعا في الدول المجاورة وفي الدول الأوروبية. المؤتمر الوطني الثاني للتأهيل الطبي يهدف إلى مراجعة خدمات التأهيل في سلطنة عمان سعياً لتطويرها حسب أحدث البحوث والمناهج العلمية والاطلاع على الجديد بالمجالات المختلفة والتقنيات الحديثة المستخدمة وتبادل الخبرات. توفر وزارة الصحة العناية المتكاملة للمرضى من جميع الفئات في مستشفياتها، كما تدعم جهود إعادة دمجهم في المجتمع ببرامج علاجية وتأهيلية فعالة عبر مراكزها الصحية المتخصصة في التأهيل. عبد الله بن صالح الريسي، مسقط.